وين الباقي الناس؟ بس يا سيدي اصلا الموضوع وين الباقي اجتماع؟ ايوه انا اكلمك في القصه. انت لا اسمع انا مش اقول لك انا قلت لك تكلمهم. ايوه انا كلمتهم بس احنا سر اليوم الاول دخلنا لعند مصنع بلوك قلنا نشيل المجد الحربي ما بيجمعوا ولا ريال. فتشنا ولا لقينا معي حاجه. قلنا خلاص نشيل المجهود الحربي نشيل بلوك. انا قلت لك اشتي زلط ما اشتيش بلوك. ما لك؟ انا اقول انا استفيد من المتارس ولا شيء. والثانيين؟ والثانيين عادهم بيدوروا زلط. اتصل اتصل روح اتصل لهم للميناء. كلهم يفرغوا الثنتين السفن النفط. حاضر يا سيدي. يفرغون يبيعون سوق سوداء. واسمع واتصل خلي المسؤول الإعلامي يطلع يصرح يقول ما فيش نفط وإحنا في حصار والعدوان. يلا الآن اتصل اعمل أزمة. أيوة أبو الكرار قال يشتي أزمة في النفط في جميع البلاد أزمة خانقة هالآن. يلا يلا الله يوفقه. أيوة اتصل تأكد شيء أزمة. الو في ازمه في البترول. ازمه خانقه. طيب طيب سلام. انا تعجبني فينا هذا تعجبني اصحاب المحطات كودنا استرنا بعدين السوق سوق حقنا تبعنا. اسمع وين الزلط دي قلت عدتي من اللي جمعت من الناس؟ والله يا سيدي المطاعم اقول لك ما عندهم شغل ما في زباين. دخلت اكلت انا والمرافقين حق المجهود الحربي بس والله ما غيرها الا لا معاهم عملت بخليهم يدوا زلط وبس. والله ما في. كيف والله ما معاهم؟ والله يا سيدي ما معاهم. الحين انت معنا ولا معاهم؟ انا مع الحق. مع من يبين الكل؟ مع الحق. مع اصحاب مارب يعني؟ لا لا مع الشرعيه. لا انا مع اصحاب المطاعم. ايش بتقول مع الحق؟ مع الحق يعني اصحاب المطاعم. بز بز ابو بز ابو الحبس بز ابو الحبس. خرج خرج الكلب من الكلب. سيدي خرج خرج. ايش هذا الناس؟ الحمد لله اكتشفنا الجاسوس منو. وانا بنقول اين حق المطاعم؟ بس يا سيدي انا اشكلمك في موضوع. سحبلت ابوه ابن ال. بس يا سيدي اصلا بندخل عندهم بعضهم قد عند بعض المحلات قد معها سند من انصار الله انه دفع مجهود حربي. واحنا ايش احنا؟ احنا انصار الله. وش بتقول مع انصار الله؟ والله ما انا داري انا مستغرب لا به انصار الله الثانيين ولا ما فيش غيرنا احنا واليهود اللي كانوا مع عيسى اللي قتلوا هم انصار الله واحنا في غيرنا؟ ما فيش والله. فش بتقول لي سندت منه؟ والله ما انا قد انا مستغرب. ما رضي يدوا لك يعني ما رضي يدوا لك زلط؟ ايوه بيوروني سندات ما عاد ادري ايش اقول لهم يعني. يعني كيف نفعل ذلك؟ يعني هم إذا وروك سندات خلاص كذي تعتبر معك. لا خلاص مقسم بالله والله العظيم لا يدي مجهود حربي وعلى أمه لا أدخل لا داخل كبده. شير ما يهمك خلاص بشر حاضر والله لا يدوى على أبتهم. خلاص يا سيدي عفمو. وين حق الطيران المسير؟ وين حق الطيران المسير وحق الدفاعات الجوية وحق الجن وحق العفاريت؟ ما لكم النامعين سواننا؟ والله والله أين ما تقعون مثل محمد البخيتي؟ محمد البخيتي كسر الحاجز كسر حاجز الخوف بدأ يكلم الناس قال بيعوا الأراضي بيعوا البيوت. أشتي واحد ساعة محمد البخيتي؟ قلتوا لنا واحد في صنعاء ساعة محمد البخيتي؟ ليش ما تقعون رجال مثله؟ يا سيدي بيقولوا ما بش ما بش لا شغل ولا رواتب ولا لا فيه. أنا ما أجي أتطلب هذا حق الله تمام ده الحين انا ما ولا شيء. ده الحين انت عليك ايش صيدليات؟ ايوه والخياطه والخياطه تمام وايش والمحلات واصحابك يبزوا حق المطاعم ويبزوا حق المصانع وحق البلاط وحق البلوك. وانا ايش علي يا سيدي؟ وانت عليك الله لا انت رجال ولا ست رجال.